الهلال، الكرة ملعوبة لوسط الملعب إلى ماريغا، ماريغا ثم تمريرة من بيريرا لجوميز الأسد، الله جول! الزعيم يظهر ثانيا في المباراة وبيريرا يتألق في صناعة الأهداف. بيريرا بيلعب كرة أمامية خطرة، كلاسيكو هدف اول تفريدي طول القامه يساعد في اداء الجوانب ماريغا، الله 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 ماريغا الى جانب بيريرا يتقدم الى سالم خطيره هلاليه تقدم، لكن تغطية موجودة رائعة رائعة بيريرا، تقدم بيريرا والعرضية الآن حاضرة وماريغا ماريغا ماريغا راحت الكرة راحت الكرة راحت الكرة على المالي راحت الكرة على المالي ماريغا يمرر جميلة جدا عند بيريرا، تمريرة بينية للبريك وخطيرة جدا وضربة جزاء ضربة جزاء للبريك جيليرمي 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 يرتكب مخالفة ويرتكب خطأ وضربة جزاء هلالية من جانب سالم الشهراني انطلاقة سريعة والكرة لبيريرا بيريرا بعيدة 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 عن المرمى استعجل فيها بيريرا وصوب بالقدم اليسرى يريد أن يسجل يريد أن يسجل هذه قام هذه محاولة للتأمام حاول فيها استلم الآن الكرة محاولة والعرضية أمام الجول ولكنها وصلت أوصلت سهلة هذه أول الكرة الكرة حاضرة موجودة بيريرا بنفسها نقلة بينية سالم في المكان والكرة بعد ذلك تصطد وتتحول إلى ركلة ركنية الكرة الأولى جاءت من غوميز براسية الثانية هنا من سالم رمية تماس تنفذ بيريرا يبحث عن كرة بعد ذلك تسديدة الله على كرة على الأرض تتصدى لمحاولة بيريرا في اللقطة الماضية ذكية مخادعة سريعة كانت من جانب بيريرا لكن الأرض وقفت بجانب محمد في الكرة الماضية بيريرا العكسية بيريرا بالتمرير سالم بالمرور الكرة وين مرت 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 بظهورة سواء مع الهلال او مع الاخضر بيريرا بكره تسديده وبعد ذلك تعتني الى خارج ارضيه الملعب بجانب ماثيوس بيريرا في اللقطه الماضيه كره بتمر تفيد يترك لدى محمد البريك نفذت قصيره بيريرا الله العارضه مره اخرى تقف في وجه بيريرا حظ آخر للبرازيلي في بوهانج الآن هنا محاولة
إفلاتو إفلاتو مرور من إفلاتو والكرة لدى كوميس ولا زالت تصطد بعد كنو لمسة البريرا ماتيس لسالم سالم 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 الله يا رباعي الله يا محمد والكرة بعد ذلك لا يخفى عليكم ذكرتها منذ بداية المباراة قوة تنافس إثارة ومواعيد تدركون معانيها عند البرازيليين هي بلنتي المحاولة لبيريرا يرسل كرة أوهو جميلة من بيريرا ولكن الكرة اعتلت العارضة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب شوف المحاولة شوف الكرة ويلار إلى اليسار لمسة إلى بيريرا بيريرا قوية بيريرا بكرة وتسديدة قوية جدا قذيفة من البرازيلي عدى الشهراني لعب الكرة بيريرا خطيرة أمام المرمى أمام الجول جميلة المحاولة والإبعاد في الوقت الأخير في الوقت الأخير من دفاع الشباب يا له من ضغط أزرق سري سالم حاول في كرة سالم إلى بيريرا إلى عرضية وماريجا حاول فعل اتفاق وأبعدها لرمية جانبية بيريرا مع الكرة يلعبها في الجهات اليمنى إلى مدى الله العليا نو أوه إبعاد من رأس بولحي يتركها لذلك البرازيلي وين يا كوميس الله الله غريبة عجيبة ده بيريرا بيريرا يحاول بيريرا من العمق بالقدم اليسرى الكرة مرت من بيريرا صاحب القميص رقم 15 نينا دالاتوفيتش يقف ولا يهدى كرة لدى ياسر ياسر الشهراني والكرة بتضيع في اللقطة الماضية ياسر والكرة لاحظ الحلول التي تأتي يتكرر هنا سلمان بعد ذلك بيريرا النقلة عدمي الله شوف من كرة بيريرا وصلت هنالك المحاولة المرور التقدم وكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب وقوة لماتيو بيريرا سلامات سلامات بيريرا والكرة تتسدد ومارتن على دفعته مارتن كامبانيا يتصدى لكرة ماتيو بيريرا كويلار استلامة من صالح الشهري والكرة الهلال بكرة عرضية أخرى يبعدها الدفاع بيريرا بيريرا حطها لكنها بعيدة وفي الأخير إلى ضربة مرمى